هذا الصباح وإلى كدجلي مباشرة والاحتفال بأعياد السلام. مرحبا حسن. شكرا زملائي داخل الاستوديو رشا وعمر، عمر ورشا المشاهدون الاحباب متابعي قناه الخرطوم على امتداد هذا الوطن الحبيب، احييكم من هنا من كادوغلي حاضره ولايه جنوب كردفان، ونحن نعيش افراح السلام الذي وقع ما بين حكومه الفتره الانتقاليه وحركات الكفاح المسلح. وتاتي هذه الاحتفائيه بشرف تنظيم ورشه للتسامح الديني واثره في عمليه بناء السلام، والتي تنظمه مبادره ابكر شوله للسلام والتنميه، منظمه ابكر شوله للسلام والتنميه، وبالتعاون مع وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف الاتحاديه والمجلس الاعلى للدعوه الاسلاميه وديوان الزكاه. وللحديث حول هذه الورشة أسعد في هذه المساحة أن يكون معي الأستاذ محمد الجيلي حمدان، رئيس منظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية. مرحب بك وتحايا السلام والمحبة. تحايا السلام والمحبة، تحايا السلام والمحبة ثلاث مرات. أينعت كادوغلي في هذا اليوم العظيم، ونحن اليوم نستبشر يعني كادو بشائر السلام والسلام اللي توقع في جوبا. نحن الحمد لله كمنظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية بنعمن على هذا السلام، وهو السلام اسم من أسماء الله. نحن في ولاية جنوب كردفان الآن بنحتاج الآن، وفعلا نحن صناع السلام المجتمعي. منظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية هي المنظمة اللي كانت بادرت بالسلام المجتمعي عام 1916، والآن إحنا الحمد لله منظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية يعني هي الآن في كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كادوغلي، يعني بفرحة أهل كادوغلي وفرحة جميع السودانيين بصراحة بهذا الكم العظيم والممتاز. والآن نحن منظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية الختان الآن موجود عندنا 400 تفاصيل دي بكل تأكيد، وعبرك يمكن تحية لكل المواطنين والأهل في كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان. وبالأمس يمكن التقينا بعدد كثير من المواطنين والعديد من الرسائل يمكن رسلوها للغايد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور حتى تكتمل عملية هذا السلام بكل تأكيد، ويفرح السودان جميعا وتفرح كل المناطق التي تأثرت بويلات الحرب والصراع في السودان. أستاذ محمد أرجع لك من جديد، و الآن يعني تنظم ورشة حول التعايش الديني والسلام المجتمعي، الفكرة والهدف من قيام هذه الورشة في كادوغلي؟ الفكرة هي الفكرة الورشة في كادوغلي، طبعا كادوغلي خصوصياتها ومرارة الفترة اللي فاتت دي، الحروب اللي جاتنا في ولاية جنوب كردفان يعني خلال 30 سنة، قرابة 30 سنة، يعني كادوغلي ما ضاقت الفرحة ولا ضاقت التنمية، وحتى نحن الفاقد التربية في ولاية جنوب كردفان يعني أصابنا من الحرب. والآن الورشة دي هي يعني بتآلف كل الأخوان الموجودين في كادوغلي والإخوة في الولايات الثانية، وإن شاء الله نحن الورشة دي ما هي الورشة الأخيرة يعني ممكن تكون في كادوغلي، الورشة دي حتكون إن شاء الله في دارفور، الورشة تكون في الشمالية، الورشة حتكون في كل مناطق السودان النيل الأزرق في أي مكان. بس أنا دار أمن على السلام، السلام الآن يا إخواننا الآن حيبدأ من كادوغلي، السلام حيبدأ من كادوغلي، وإن شاء الله منظمة أبكار الشولة للسلام والتنمية حتكون رائدة في عملية السلام. بكل تأكيد إن شاء الله دي وأماني كل السودانيين في هذا الوطن الحبيب. أستاذ محمد، نحن كل هذه الأفراح والأغنيات الجميلة، والآن الحديقة النباتية بكادوغلي يمكن تتشكل بالعديد من الألوان الموسيقية من جنوب كردفان. الآن تقام فعالية يمكن ختان أكثر من 350 طفل، كلمنا عن هذه الاحتفائية أيضا وأنتم بتنظموها يعني على شرف تباشير هذا السلام. الختان هو الآن وصل 410، ال 410 ديل كلهم الآن لبسناهم، ال 410 ديل يعني الأخ المفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف والزكاة، يعني الحمد لله الأخ الوزير تبرع لكم تبرع لأم أي طفل بيتوب، وهم الآن فرحانين بالفرحة دي، والأطفال الآن زي ما أنتم تشوفوا قدامكم فرحين شديد جدا، وكادوغلي الآن يعني أينعت في السبات صراحة يعني، وده فرحة لنا نحن كلنا في السودان، في كل السودان عموم السودان، ونحن الفرحة دي أخواننا دارين تعم السودان كلها بالسلام، ونحن أول حاجة الآن السلام، نبني السلام المجتمعي يا أخواننا، نبني السلام المجتمعي.
طيب استاذ محمد، نحن يمكن يعني عقب الانتهاء من هذه الاحتفاليه سنذهب سويا بكل تاكيد لامانه الحكومه بكادوغلي وتبدا فعاليات الجلسه الاولى لورشه التعايش الديني والتعايش السلمي. ابرز ملامح والاوراق لهذه الورشه. أبلح الأوراق طبعا المقدمة في الورقة الأولى، طبعا حرية الأديان وأثرها في تكوين المجتمع، الشيخ عود الحوار، هي دي الورقة الممتازة جدا. الورقة بتتكلم عن دور المنظمات في المجتمع، والورقة الثانية بتتكلم عن الإدارة الأهلية، وفي أوراق 6 أوراق، طبعا أوراق كلها علمية، أوراق ممتازة جدا، الناس بتستفيد منها في الأوراق في الورشة دي. الورشة دي إن شاء الله متأكد منها حتطلع بتوصيات ممتازة جدا، والتوصيات إن شاء الله حتودينا إلى بر الأمان. جميل. طيب برضو يمكن لمنظمة بكرشول للسلام والتنمية يمكن العديد من المشروعات التي تم إنجازها في الفترات الفائتة، وهي دعم لمسيرة السلام والسلم في هذا الوطن الحبيب، وحلت كثير من المشاكل من خلال الإدارات الأهلية بكل تأكيد، ونحن بنأمن على الإدارات الأهلية ودورها في حل الصراع يا أستاذ محمد. فعلا المنظمة بكرشول للسلام والتنمية أول مشروع كان إحنا بدينا به كان في خلاف بين الإسرة وخلاف بين الكواهلة، يعني كان محكوم على أولاد 13 ولد كانوا في السجن لمدة 13 عام. تدخلت المنظمة الحمد لله، تحل الموضوع ده الآن بدية وأشياء كثيرة دخلنا فيها نحن كمنظمة الكرشول للسلام والتنمية، يعني نفذناه. الآن بننفذ برنامج، نفذنا برنامج قبل فترة برضو في النيل الأزرق، برضو حننفذ برنامج الفترة الجاية في جنوب كوريا، أقصد في دارفور، في بالضبط في عديل. الآن هم طلبوا مننا بنفس البرنامج ده حننفذ لهم، نحن جاهزين لهم إن شاء الله حننفذ لهم البرنامج ده. منظمة الكرشول الآن نحن عمل طوعي. انت الانسان اي ما طالما انت انسان بتعمل عمل طوعي ما تقول انا عملت ولا تقول انا سويت، لكن ان شاء الله نحن من الان وصاعدا ان شاء الله كل شهر وكل اسبوع حتكون مفاجاه من ملف السلام، ومفاجاه في الملف الاجتماعي. ان شاء الله نحن سباقين في منظمه كرشولة، ونبشر الشعب السوداني بكل حلحله السودان ان شاء الله. كل التوفيق لكم يا رب استاذ محمد. ختاما كده يمكن رساله لكل نعم حنتواصل بكل تاكيد، وحيكون العديد من الضيوف حاضرين معنا، لكن ختاما يعني رساله لكل السودانيين، لكل محبي السلام والمحبه. الرساله لكل والله محب السلام، ورساله لكل ابناء السودان، واخص جنوب كردفان. نحن في جنوب كردفان بالذات، يعني انا والله اشيد بالاداره الاهليه. الاداره الاهليه يعني كل الفتره اللي فاتت دي كلها، طيله الفترات اللي فاتت دي، نحن ما عندنا حرب اهليه في جنوب كردفان. فالدكن دل على شيء بدل عن الإدارة الأهلية كانت هي صمام الأمان. فالمشاكل الآسة حاليا اللي بتحصل في جنوب كردفان بين الأخوان دار علي وكنانة، وهنا بين دار نعيلة وأخوان دار نعيلة وأخوان الغلفان، دي مقدور على دي مشاكل قبلية، ونحن مقدور على هي ما بتزعج الولاية دي، إن شاء الله نحن مقدور على بنحلها إن شاء الله. وإن شاء الله بشركم في خلال الأيام الجاية في الأسبوع اللي جاية تسمعوا خبر طيب حال حالة هذه المشاكل. شكرا جزيلا أستاذ محمد الجيلي حمدان، رئيس منظمة بكرشول للسلام والتنمية، على كل هذه المعلومات، وكل توفيق إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نشوف الورش دي في ولاية السودان المختلفة. بكل تأكيد نتواصل معكم مشاهدي الأحباب في كل مكان، متابعي برنامج صباح الخرطوم، ومن كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، سلام وتحايا ومحبة وبشريات السلام حاضرة بكل هذه الأغنيات الجميلة عند الصباح. بكل تأكيد نتواصل معكم والعديد من اللوحات الصباحية من أرض الجبال. نعود الزملاء داخل الاستوديو من جديد.